نروح بقى للموضوع الجديد اللي هو بيج 23. تعالوا بقى نشوف اللي هو حاجه اسمها اوتونوميك مين. اللي هو الاستراكشر ده يا جماعه، احنا المفروض حد كان يسالني يقول لي والله ايه حكايه الاوتونوميك جانجليون. اوتونوميك جانجليون اللي انا قلت لك قبل كده، قلت لك اللي هي الاخ اللي كان عايز يطلع من طبرق يروح مش عارف بنغازي، عدى على البيضة غير السيارة هناك في الجنسية دي. الجنسية اللي غير فيها اللي هي السيارة، عمل حاجة اسمها ريلي يعني ريح ونقل، نقل مواصلة تانية، نقل مواصلة تانية. طب يلا نبتدي. ايه هي بقى، ايه هو تعريف الاوتونوميك جانجليون اصلا؟ ايه تعريف الاوتونوميك؟ يقولوا ده ساعات سؤال بنجيبه في الام اس كيو، وانا قلته قبل كده في اول محاضرة اللي هو حكايه الجانجليون وحكايه النيوكلس. النيوكلس كولكشنز للسيل بودز، مجموعه من السيل بودز تتجمع بره السين اوتسايد السين اس اللي هو البينوس دي بنسميها جانجليون. طب لو في كولكشن للسيل بودز جوه السبان كورد او البرين نسميها نيوكلس. طيب تعالى بقى معايا كده، او انت حسب بقى يعني من احسن ما انت كنت شايف دلوقتي ان هي الاوتونوم جانجلي دي السايت اللي فيه سينابس ما بين البري جانجليونيك وما بين البوست جانجليونيك. احنا اتفقنا السينابس اللي هو السبيس الفراغ اللي ما بين مين، نيورون ونيورون او نيورون وأورجن. بس هو نتيجة الكوليكشنز بتاعت يعني هو الاوتونوميك جانجل دي اتسمت ليه برضو؟ ما احنا قلنا كوليكشن السيل بادز. السيل بادز بتاع مين؟ أكيد يعني خليك ذكي. السيل بادز بتاع البري جانجلونيك ولا البوست جانجلونيك؟ أنا بقول لك دي الاوتونوميك جانجل اللي بينتهي فيها البري وبيبتدي فيها مين؟ البوست جانجلونيك. يبقى أكيد دي اللي هي مين؟ يبقى أكيد الاوتونوميك جانجل دي كوليكشن السيل بادز بتاعت البوست جانجلونيك. فلما بيتجمع بقى 50 او 60 او كذا بيعملوا بقى زي سويلنج كده انتفاخ نسميه جانجلون. اوكي طيب ايه انواع الجانجلون؟ ايه هنحفظ بقى شويه، يعني برضو دي ريليس للاناتومي اكتر بس احنا لازم نعرفها. قال لك والله انا عندي انواع الجانجليا، انا ممكن اقسمها لثلاث انواع اكوردنج لايه؟ طبقا لايه؟ قال لك طبقا للسايت، شوف هي قاعده فين. يعني الجانجلين دي لو قاعدة مثلا حوالين الفيرتبرال كولم، بجوار الفيرتبرال كولم بيسموها لاترال او بيسموها بارا فيرتبرال، بارا يعني بجوار. لو الجانجلة دي بعيدة قوي، بعيدة يعني بعيدة خالص عن السبانال كورد وقرب الاورجن، قرب الاورجن اللي هو العصب رايح له سواء سيمباثيك او باراسيمباثيك مثلا، لو الجانجلة دي نير الاورجان او حتى امبيدد ان ذا وول، يعني ايه امبيدد ان ذا وول؟ يعني مغروزه جوه الوول بتاع الايه الاورجان مثلا، وليكن نيورال بلادر مثلا. لما تلاقي الجانجلا مغروزه في الوول بتاع البلادر مثلا او الهارت نسميها تيرمينال جانجليون. تيرمينال يعني طرفيه او نهائيه. يبقى انا عندي دلوقتي قلت نوعين، واحد جنب الفيرتبرال كورن لاترال اللي بعيده قوي اسمها مين؟ تيرمينال. في بقى في النص لا كده ولا كده نسميها كولاترال. وكمان والكولاترال دي موجوده في مكانين بس، المكان الاشهر اللي هو في الابدومن، موجوده في الابدومن حوالين الاورطه، حوالين البيج برانشز اللي هي الشرايين الكبيره اللي بتتفرع من الاورطه. المهم يعني هذكرها دلوقتي. المهم الابدومن الاورطه ده تحس ان هو قدام الفيرتبرال كولم، يعني الفيرتبرال كولم ورا اهو ماشي، هتلاقي بيه الاورطه قدام. ف اي حاجه قابله نسميها بري، قابله نسميها بري، انا لسه اللي هي بري جانجل بوست جانجل. فالجانجلا اللي هي موجوده في الابدومن دي تعتبر قبل مين او امام مين؟ اللي هو الفيرتبرال كولم، فبيسموها بري فيرتبرال. يبقى انا عندي بارا فيرتبرال واللي قدام اسمها ايه؟ بري فيرتبرال. مش عاجبك الاسماء ديت خلاص خد الاسماء السهله، لاترال واللاترال تيرمينال. تعالوا كده نرسم رسم لها توضيحيه بس. ده عندك السبانال كورد، بس السبانال كورد هنلاقي في
فكره الاسبان كورد بالنسبه لل مرتبرا الكولم مش ماشي معاه، مش مثلا في مش عارف سبع فقرات مش عارف في السيرفيكال يبقى في سبع سيجمنت في الاسبان كورد، ما تقعدش تلخبط نفسك. لا انت قلنا السيرفيكال ريجون 8 8 سيجمنت، بينما البرتبرا تلاقي سبع. مش ما تدخش معايا، ما تتعبش معايا. المهم غير كده كمان الاسبان كورد بينتهي عند لمبر 2، يعني نهايته ما بيستمرش في دي في البرتبرا كول. فعندك هنا في ده الاسبان كورد، ده السباينال ومحاض مين؟ قلنا بالفيرتبرال كولم. هنلاقي فيه نوع من الجانجليا، قلنا الجانجليا دي بقى عامله تشين، عامله زي نظام اللي هو العقد، عقد كده في فصوص كده او زي السبح كده في فصوص وفي خيط عنده. فهي عامله تشين، بالمنظر ده وهكذا بقى. انا مش هقعد بقى يعني مش هنقعد نعملها يعني انصون طيب اي انتفاخ من ده، اي سويلنج ده بنسميه جانجليا. طيب الجانجليا دي اللي هي بجوار البرتبرال كولم اللي قلنا بنسميها ايه؟ صح معايا، بنسميها بارا برتبرال، او قلنا بنسميها لها اسم ثاني اسمه لاترال جانجليا. لاترال مين؟ جانجليا دي اول نوع جانجليا، قلنا اللي هي الجامع بتاع جانجليا. طيب عدد بقى الجانجليا دي كام؟ قال لك دي بتتراوح من 23 ل 25 جانجليا. يعني في بعض الاشخاص الاناتوم يا جماعه في فاريشن، يعني الاناتوم مش ثابت، يعني في بعض الناس تلاقي عندهم 23، الناس عندهم 24، الناس مش هتفرق معاهم. المهم هو عباره عن فري سيرفايك سيرفيكال 10 ل 12 ثراسيك. هذا بقى الاختلاف، هو بقى الاختلاف اهو اللي هو في بعض الناس عندهم 10 وفي بعض الناس عندهم 11 12 و 5 5 لمبر 5 سكرال و 1 كوكسجين. طيب عظيم. لو انت جيت عديتها بقى 3 سيرفيكال 10 12 تراسيك، لو عديتهم هيطلعوا اللي هو الرينج اللي انا قلت عليه. طيب الجانجليا دي المفروض مين اللي يدخل فيها؟ اللي يعني في حاجه بقى اسمها ريلي، اللي المحطه يعني اللي هغير فيها موصله ثانيه، اللي هو هيدخل لها بري وينتهي كمين؟ كبوست. مين دي بنسميها ريليس ستيشن؟ الجانجليا بنسميها ريليس ستيشن، محطه خلاص ماشي، اللي هيبقى فيها نقله ثانيه، نقله اخرى. المهم دي بقى مين دي متخصصه لمين؟ انت عندك في الجنسيه بتلاقي في كده منطقه كده يقول لك دي سيارات مش عارف توبرك، دي سيارات مش عارف طرابلس، طيارات بنغازي وهكذا، نفس الكلام. فالمكان دوت اللي هي اللاترال جانجليا دي ربنا خصصها، هي مخصصه لسمباثيك اونلي. خلي بالك ما احفظ معاك الحته بقى، يبقى دي فور ريلي اوف ريلي معناها ان انا انقل بقى، انقل الموسط اللي هو من البري جينوك يقف ويبتدي حاجه اسمها بوستنج ريلي فور ريلي اوف سمباثيك نيورون. سمباثيك مين؟ يبقى لما اقول لك اللاترال جانجليا دي الريلي بتاعت مين؟ ربنا بتاعت السمباثيك. طيب هل افرض ان في عندك نيرون باراسمباثيك، هل ممكن يعدي؟ عدي سلام، ماشي عدي، سلام عليكم، بس ما يتقسمش، البري ومين؟ بوست. طيب يبقى قلنا اللاترال جانجليا دي معموله مين؟ للسمباثيك نيرون، ريلي ستيشن فور سمباثيك نيرون اونلي. وطبعا هي لها هدف على فكره، ليه تشمعنى؟ وانا هقول لك بعد كده اللاترال تيرمينال دي باراسمباثيك، يعني مش ذاكرها عندك في الشيت، بس عشان برضه واحد يسالني سؤال محرج يقول لي طب ليه ربنا عمل دي كده ودي لها كل حاجه لها سبب، ما فيش حاجه اسمها هي كده. بعدين بالراحه واحده واحده. دلوقتي طيب تقوم تقول لي احنا او يعني كمان مفيش بتاع 10 دقايق وهنعرف ان السمباثيك له اوريجن
السبانال كورد بيطلع يعني الاعصاب اللي هي بتاع السمبثاتيك بتطلع من الثوراثيك ريجون اللي هم 12 سيجمنت والابر تو لامبر ابر تو لامبر، بينما الباراسمبثاتيك بيطلع بشكل بقى تشكيله مختلف خالص بقى، مجموعه من الاعصاب اللي هي الكرينيال ومجموعه من الاعصاب اللي هي السكرال هنشرحها بعدين يعني. المهم بس هقول لك على حته كده انت هتلخبطني دلوقتي او هتقول لي انا متلخبط ازاي. احنا قلنا دلوقتي ان الجانجليا دي اصلا ربنا عملها مخلوق علشان السمباتيك نيورون. طيب السمباتيك اصلا بيطلع من المنطقه دي مثلا اللي هي ثوراكو لامبر، قلنا ثوراكو اللي هي كام؟ اللي هي 12 ال 12 سيجمنت يعني، والابر تو الابر تو لامبر اللي هو واحد واثنين يعني واحد واثنين لامبر. طيب تقوم تقول لي لا طيب لما هي كده، لما هي السمباثاتيك نيورون بتطلع من التراس وكده، طب المفروض كنا كانت الجانجليا ديت اللي هي اللاترال تكون 12 واثنين واثنين يعني تكون 14 وتكون في المنطقه دي بس يعني ما يعني مفيش داعي لمين؟ للسيرفيكال ومفيش داعي لمين؟ للسكرال وكده. لا مش بالطريقه البسيطه اللي انت متخيل. السمساتيك بعد كده هو صح السمساتيك ده خارج من ليمتد اريا من منطقه محدده في السبينال كورد، ولكن الاعصاب دي يا جماعه لازم تغذي سبلاي البادي كله. فمثلا يعني في سمباثيك بيروح للهيد والنك. الهيد والنك ده فين؟ ده فوق المنطقه اللي هي اللي سيرفيكال اللي هي المنطقه العنقيه. فعشان كده ليه ربنا بقى خلق بقى هنا سيرفيكال جانجليا؟ لان العصب ممكن يطلع من الثوراسيك ريجون المنطقه ويعمل اسندنج يطلع فوق لحد اخر جانجليا، ومن هناك يطلع مين؟ بوست جانجليونيك. يروح لمين؟ يروح للهيد نيك. تعرفنا ليه احنا عملنا سيرفيكال جانجليا مع ان اصلا السيرفيكال ريجون اصلا ما بيطلعش منها سمساتيك. طيب ونفس الكلام يعني سمساتيك مثلا تراكو لامبر، طب ما انت عندك هنا اكسجين وعندك سكرال، السكرال دي تحت خالص، ما انا برضه ما هو نفس الكلام سمساتيك بيروح للبلفس. طب اللي هنوديه البلفس ازاي؟ يبقى لازم العصب يدخل في الجانجليا ديت ويعمل ديسندنج ينزل لتحت. المهم السيرفيكال دي الثلاثه اللي هم سيرفيكال هتلاقي طالما قلت ثلاثه يبقى في واحده فوق واحده تحت واحده في النص. احفظ معايا دي بنسميها سوبيريور سيرفيكال جانجليا، دي انفيريور سيرفيكال جانجليا، دي ميدل سيرفيكال جانجليا. خلاص ماشي. طيب الكفايه كده على مين؟ على اللي هو اللاترال جانجليا او البارا فيرتبرا. طيب في نوع تاني بقى من الجانجليا اللي قلنا اللي هو بعيد قوي يعني تيرمينال بنسميه طرف. في نوع تاني بنسميه تيرمينال جانجليا. انا قلت التيرمينال جانجليا دي اللي هي ايه؟ اللي هي بتبقى يا اما نير الاورجن اللي هو العصب رايح له، هو العصب بيروح هو باراسمبثاتيك، او موجوده في الوول بتاع الاورجن نفسه. مثلا انت عندك هنا لو في اي اورجن، ده اورجن مثلا وليكن انتستن مثلا، انتستن دي اللمعة دي هولو فيسكس. يعني ايه هولو فيسكس؟ انبوبه مجوفه يعني، في اليومن في تكوين في وول. البلادر نفس الكلام، في اليومن وفي وول. فال ال ال هنا مثلا اللي هو السكرال ريجون، هنعرف بعد كده ان الاعصاب اللي هي بتاع الباراسمبثاتيك اللي هي بتطلع من السبينال كورد بتطلع من سكرال 2 و3 و4 ماشي. اول ما ده عصب اهو باراسمبثاتيك. شوف الجانجل فين قاعده؟ فين الجانجل؟ قاعده في الوول، في الوول بتاع مين؟ وخرج بقى مين؟ وخرج عصب اخر اللي هو البوست مين؟ البوست جانجليا. خلي بالك صح معايا، يبقى شوف التيرمينال جانجليا دي ما قلنا فين؟ ده ممكن تبقى موجوده في الوول بتاع مين؟ الاورجن. طب ومين اللي طب هي دي ريلي ستيشن لمين؟ قال لك دي للباراسمبثاتيك، يعني هي دي فور بارا سمبثاتيك. يعني دي محطة متخصصة للبارا سمباثيك.
طيب امال اللاترال دي احنا قلنا اللاترال دي الاعصاب دي اللي هي عامله بقى باللون الاحمر صح معايا عشان هتكرر كتير المعلومه دي بس انا بقولها بالمره احنا عندنا هنا الثوراسيك سيجمنت كام 12 1 2 3 4 مش عارف 5 6 وهكذا كده 12 فانت طلع مثلا عندك من عصب رقم مثلا هنقول 6 او حاجه زي كده وراح عمل ريلي فين في جانجليون اللي هي اسمها مين قلنا اسمها لاترال صح معايا لاترال او بارا هنا باللون اللي هي هنقول مثلا باللون الاحمر ده كده ده بري جانجليونيك عمل اللي هيطلع مين طالما انه عمل يعني انتهى في توصيله ثانيه هناك نقله اخرى يعني هتنقل اللي هي مين مثلا اللي هو البوست جانجليونيك خلي بالك بقى الاحمر انت فاكر ان هو مين؟ ان هو العصب عمل ليه في اللاترال جانج خلاص لما مش عايز غباء بقى مش هقول لك عمل ليه في اللاترال جانج نوع سمساتك ولا بارا دي مش عايزه سؤال دي مش عايز ما تفكرش دي بس سمساتك عصب عمل ليه في تيرمينال جانج نوعه ايه من غير ما اقوله بارا سمساتك طيب سواء سمساتك سواء بارا سمساتك قلنا في بري جانج في بوست جانج انت الذكاء البشري بتاعك من ده ساعات سؤال اهبل بنجيبه ساعات احيانا انت واضح لك دلوقتي ده بري جانجليونيك سمساتيك ده بوست جانجليونيك طب الاسود بقى اللي هو الباراسمساتيك ده بري جانجليونيك طب والقصير ده اللي هو مين ها؟ بوست جانجليونيك انا خلاص لما اجي اقول لك مين بقى البري بتاعه شورت والبوست بتاعه لونج مين اللي البري بتاعه لونج والبوست شورت او خلاص واضحه يبقى سمباثاتيك افرنت او دايما البري جانجليون بتاعها شورت والبوست لونج بينما الباراسمباثاتيك البري جانجليون بيبقى فيري فيري لونج البوست بيبقى فيري شورت فيري شورت اقول لك ليه بقى ان دي مش عليك قوي يعني بس انت عشان تفهم اقول لك ليه بقى ربنا خلى استحاله ان التيرمينال جانجليا تبقى سمباثاتيك استحاله ما ينفعش انا لسه قايل لك من شويه ان دي السمباثاتيك والباراسمباثاتيك لما يعملوا اكشن على الاورجان غالبا بيبقوا ضد بعض يعني واحد يعمل السيميليشن تاني يعمل الهبيشن واحد مثلا يوسع الشعب واحد ضيق الشعب واحد مش عارف يوسع الحلق هتشوف دلوقتي فدايما الاكشنات بتاعتهم بتاع السيميليشن انتج ضد بعض طب مين اللي بيعمل الاكشن؟ مين اللي بيعمل الاكشن اللي هو الناقل الكيميائي اللي هو الناقل الكيميائي مين؟ ما انت هتقول بقى انت هتحيرني ما انا عندي هنا ناقل كيميائي واكيد هنا في ناقل كيميائي خلي بالك اهو يعني هنا مثلا ناقل كيميائي مثلا باللون الازرق هنا ناقل كيميائي باللون الازرق هنا باللون الازرق خلي بالك من اللون الازرق وانا كده قلته قبل كده انا لما اقول لك شوف ده الكيميكال ترانسميتر باللون الازرق ده كيميكال ترانسميتر ده جوه مين جوه التيرمينال جانجليا او بيطلع من نهايه البري وطالع من البوست وخلي بالك كلهم باللون الازرق اللي هم اسيتيلكولين ما احنا اتفقنا ان الاسيتيلكولين ده هو الكيميكال ترانسميتر بتاع الباراسمباثيك والمور ادريانين اللي هو بقى ليه نقط حمراء بقى نقط حمراء نور ادريانين او نور ابنفرين ده بتاع مين بتاع السمباثيك يعني ده اللي بيعمل اكشن بتاع السمباثيك الاسيتيلكولين اللي طلع بيعمل اكشن بتاع البارا سمباثيك خلي بالك الاسيتيلكولين تبع البارا سمباثيك النور ادريانين تبع السمباثيك والاثنين بيعملوا اكشنات عكس بعض يعني الاسيتيلكولين يعمل اكشن مين اللي يعمل ضده اللي هو النور ادرينالين شوف بقى من نعمه ربنا استحاله التيرمينال جانجليا دي تبقى سمباثاتيك ليه استحاله لان لو كانت التيرمينال دي سمباثاتيك جانجليون كان يبقى عندك البري بيطلع اسيتيلكولين والبوست بيطلع نور ادرينالين والاثنين جنب بقى الاثنين هيحصلهم ديفيوجن يعني النواقل الكيميائيه الاسيتيلكولين والنور ادرينالين جنب بعض هيعكسوا بعض مفيش اكشن بينما شوف سبحان الله شوف ليه بقى ربنا عمل اللاترال جانجليا تبقى سمباثيك
علشان ابعد الاثنين المتنافرين عن بعض. ده البري بيطلع اسيد الكولين، البوست بيطلع نور ادرينالين، مفيش تعارض. ده في حته وده في ده في وادي وده في وادي فين. لكن ما ينفعش هنا. طب واحد يقول لي طب وهنا ده حلو ان هي تبقى باراسمسيتك؟ حلو جدا. هو اللي بيعمل الاكشن بتاع باراسمسيتك اسيد الكولين، ده خير وبركه. يعني ايه خير وبركه؟ يعني هو ما الناقل هنا اسيد الكولين وهنا اسيد الكولين، يبقى اللي هي بنسميها بالمصري زياده الخير خيرين. بالعكس، يبقى ده هيقوي الاكشن بتاع الباراسمسيتك. ما علينا من النقطه دي بقى، المهم خليك معايا. نرجع تاني بس عشان ايه تركز معايا في المهم. اللاترال جانجلا ريلي ستيشن فور سمباثيتك اونلي، تيرمينال جانجلا ريلي ستيشن اوف باراسمباثيتك اونلي. البري جانجليون بتاع السمباثيتك نيورون بيبقى شورت، البوست بيبقى لونج. عكسه البري جانجليون باراسمباثيتك لونج، البوست شورت. كده تمام. تعال بقى للجانجلا الثالثه اللي هي في النص بقى، لا هي جنب السبانال كورد ولا هي او جنب الفيرتبرال كورد، اسف، ولا هي جنب الاورجن. قلت لك دي موجوده في الابدومن وموجوده في الهيدونك. انت للاسف هتلاقي في اسماء رخمه كلها ناس ماء طبعا، ما هنعمل ايه؟ ما قدرنا كده. ولكن الاسماء لما ندخل شويه في الشيت هتلاقيها عادي، هتستوعبها عادي. تعالى معايا اللي انا قلت نوعين من الجانجلا، لاترال جانجلا تيرمينال جانجلا. طب ايه النوع الثالث؟ يقولوا لنا كولاترال. كولاترال جانجلا كولاترال جانجلا انت قلت لي طيب الكولاترال جانجيا دي موجوده فين يا دكتور؟ قلت لك موجوده في الابدومن، ممكن نلاقيها في الابدومن، ممكن نلاقيها في الهيد والنك. الهيد والنك. طيب سيبك من اللي في الهيد والنك دي لان يعني لها قصه ثانيه. تعالى في الابدومن، الكولاترال جانجيا اللي موجوده في يعني انا قلت لك دي تبقى موجوده عند ال السايت اوف برانشنج بيج برانشز، يعني البيج برانشز اللي هي الشرايين الكبيره اللي بتتفرع من الاورطه. هي موجوده بقى عند الاوريجن، عند البدايه بتاع التفرع بتاع البيج. وتسمى نيمد افتر ذيم، وتسمى باسمائهم. تسمى مين؟ باسمائهم. واحد يقول لي مش فاهم، بالراحه بالراحه. انا عندي الاورطه مثلا، ده الاورطه طالع منه مثلا برانش رايح مثلا للاستومك مثلا، بنسميه سيليك، بنسميه سيليك سيليك ارتري، سيليك ارتري. طيب في ارتري تاني طلع مثلا راح لمين؟ راح للكلى، نسميها رينال. ما هو ده رينال ارتري، جانجليا قاعده هنا اسميها رينال جانجليا. طب ده سيليك ارتري، سيليك، وهكذا. في بقى واحد تاني مثلا هنا سوبيريور ميزنتريك، سوبيريور ميزنتريك ارتري، ده انفيريور ميزنتريك ارتري، وهكذا وهكذا. قمت تقول لي طب الجانجلا دي قاعده فين؟ يعني موجوده موجوده هنا، موجوده هنا، ما تقلقش موجوده هنا. يعني ده اللي هو البري وطالع منها مين؟ البوست. البوست بقى رايح لاي اورجان موجود فين؟ موجود في الابدومن، هنشوفها بعدين يعني. عظيم. يبقى النوع الاخر من الجانجلا قلنا كولاترال جانج، ده بريزنت ان ابدومن اند هيد اند نيك. الابدومن بريزنت ات سايت اوف برانشنج بيج ارتريس ذات ارايز فروم اورتا اند نيمد افتر ذيم، يعني موجوده عند التفرعات بتاع الشرايين الكبيره اللي طالعه من الاورتا وتسمى باسمائهم. زي مين مثلا؟ زي سيليك ارتري، هي موجوده هناك عند البدايه بتاع السيليك ارت، اسمها سيليك جانج، وهكذا. سوبيريو ميزنتريك رينال، انفيريو ميزنتريك، وهكذا. طيب تقوم تقول لي طب وفي بقى في جانجلا ثانيه في الهيد والنك، هعملها باللون الاسود تبقى انت فاهم الغرض. يعني ايه ده برضه بري وده ايه وده بص وافهمك. هتلاقي وبرضه والجانجلا اللي انا عاملها متعمد ان انا اعملها في الابدوم اعملها باللون الاحمر، ما الاحمر ده كان دايما بشرح مين؟ بشرح السيمبثاتيك. والاسود كنت بشرح مين؟ بشرح البارا. فيبقى اذا الكولاترا جنجلا دي للاثنين، يعني دي ريلي ستيشن فور بوث سمبثاتيك اند بارا سمبثاتيك. اللي قاعده في الابدومن الجنجلا، الكولاترا جنجلا اللي قاعده في الابدومن دي شور ال
السمسات دي بتاعت السمساتيك، بينما الهدف اللينك بتاعت النيم خالص مسافر. اذا اللاترال جانجليا ريلي ستيشن فور بوث نيورونز سمساتيك اند بارا سمساتيك. ما تتعبش نفسك، ما تقلقش. الخلاصه اللي عايزك توصل لدماغك، لما اجي اسالك على الجانجليا الاوتونوم جانجليا كام نوع؟ ثلاث انواع. تقول لي لاترال كولاترال تيرمينال. لاترال فور ريلي ستيشن اوف سمباثيك اونلي، تيرمينال فور ريلي ستيشن اوف بارا سمباثيك اونلي، كولاترال فور ريلي وبوث سمباثيك اند بارا. دي اللي عايزك تلزق في دماغك يعني. نيجي للسؤال الشهير بقى اللي هو ليه ربنا عمل اصلا الاوتونوم جانجليا وما عملهاش في السوماتيك؟ السوماتيك فين راحت سكته المصل؟ الاعصاب يا جماعه اللي هي السوماتيك اللي هي الموتور اللي راح لسكته المصل كثيره كثيره غزيره يعني عدد لا نهائي. طب وايه طب والسمساتيك والباراسمساتيك؟ تعال اول، لا مش غزيره، الاعصاب قليل. الاعصاب مين قليل؟ نوضحها بالراحة كده الأول. هرجع يعني هشرح حتة في اللي هي وارجع تاني بسرعة للصفحة رقم 26 اللي هي الأوريجن أوف أوتونوم نيرفس سيستم، وارجع تاني للموضوع بتاعنا ده. واحد يسألني يقول لي يا دكتور الرسومات دي مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة مهمة للايضاح فقط. احنا قلت لك مش حاجة يعني، لكن في طبعا في دايجرامات معينه، في رسمه معينه ساعات اقول لك مثلا بجيبها سؤال في الامتحان، رغم الامتحان بتاعي دايما معظمه كله ام سي كيو، بس بجيب اسئله رسومات هوضحها لك وانا بشرح يعني. بس دي ما انا عايزك دايما وانت بتذاكر اي ماده، سواء حتى هيستولوجي حتى اناتومي حتى كذا، فيسيولوجي لازم بالرسومات يا جماعه، بايو كيمستري لازم ترسم اللي هو الفورمولا. فانت دي ما خلي دايما مذاكرتك بالرسومات. في دايما مثل صيني يقول لك الرسمه تغني عن 1000 كلمه، الرسمه تغني عن 1000 كلمه يعني. وانا عندي انا بحب ان انا يعني انا نفسي دايما الاناتومي، طبعا الاناتومي معروف ان هو بيبقى اطلس يعني في رسومات وبتاع ومش عارف ايه، لا انا نفسي بقى الفيزيولوجي يبقى رسومات يعني، اخليه كله زي الاناتومي. انا فاكر كنت قبل كده عامل كل الشتات عندي، بس كانت في مصر، كان كل الشتات تحت بتاع الفسيولوجي رسومات فقط، دايجرامات فقط، ازاي تبص على الدايجرام، ازاي تطلع لي الكلام. تعالى معايا. برضو بالنسبه يا جماعه معلش للنطق، حاول تخلي بالك يعني انت بتستفيد مني طبعا في الشرح وبقدر الامكان النطق. للاسف احنا برضو لما كنا صغيرين برضو زيكم كان نطقنا هندي او يعني نطق اي كلام خالص يعني. ولكن انت كدكتور يعني لازم تتكلم انجلش كويس بقدر الامكان. انت دايما خليك حريص انك تسمع يعني اذاعات اجنبيه اللي هي باللغه الانجليزيه، تزود اللغه، تهتم، ما تكسر حتى السبيلنج. انا دهوت انا في العمر الكبير بتاع ده، وساعات في كلمه معينه مثلا ابقى متردد في السبيلنج بتاعها، طبعا دي قليله جدا طبعا. طب السبيلنج يبقى كويس معاه ازاي؟ ما انت برضه السبيلنج لازم يكون كويس والخط بتاعك كويس. للاسف بشوف طلبه ما بيعرفوش يكتبوا انجليزي يعني، مثلا اكتب مثلا اقول لك جانجليا مثلا جانجليا، شوف يعني حاطط لي الحرف ده اللي هو سمول والحرف اللي في النص حاطه لي يمين كابيتال، طبعا دي مسخره يعني، ما عولي بس ما ينفعش. فلازم تتعود ازاي تكتب انجليش كويس جدا، والسبيلنج بتاعك يكون كويس. السبيلنج بتاعك كويس من كتر الكتابه دايما يعني. واتعب على فكره، لما تتعب في اولى طب هترتاح في ثانيه طب في ثالثه طب، لان الطب تراكمي يعني بيحصل اكيوميليشن معلومات تراكميه، كل سنه بتخدم اللي بعديها، سنتين يخدموا اللي بعديهم وهكذا. فانت لما تتعب، ودايما اي حاجه يا جماعه
بتاعت البدايه. انت انا لما اجي اقول لك دلوقتي اركب سياره، اركب سياره ده 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 ده, ده, ده مصيبه، عايز حد يوسع لك الشارع ويفضه لك من السيارات، تبقى خايف مرعوب بطيء. طب بعد بقى شهرين ثلاثه لا ده انت تلعب بقى امريكاني وتلعب يعني، مش فانت خلي يعني ما تتعقدش، مش عايز اعقدك. كلنا مرينا بالتجربه دي، طالب الطب بالذات اولى طب يقعد حوالي دي ست شهور كمان، مش هقول لك شهرين، في معاناه، في معاناه بالنسبه للغه. بيجي كمان مثلا يجي اخر الليله مثلا نفس، طب حصل معه كل شويه يطلع كلمه، يطلع اللي مش عارف ايه بتاع ده اسمه ايه اللي بيطلع منه الكلمه، او يروح على جوجل، المهم يعمل ترانسليشن يعني يعمل ترجمه، ومش يقعد في الليله مثلا. انا كنت بتعقد وانا طالب، الاقي الليله كلها قعدت صفحتين. طب وبعدين، طب انا همشي ازاي صفحتين؟ ما انا عاملها ترجمه عمال اقرا وعمال مش عارف ايه. ولكن بعد شويه شويه بتتغلب وتلاقي نفسك ماشي على الايه؟ ماشي على الرابع بعد كده، فانت ما تقلقش. كان برضو من ضمن يعني مثلا الكلمات اللي مثلا اللي هي اللي عدت عليها المره اللي فاتت، ميك ديوريشن. انتوا هتستغربوا ان هي لها موتي تاني كمان، يعني ميك ديوريشن ساعات تي سايلنت، ميك ديوريشن واخد بالك؟ ممكن تنطقها مكتوريشن مفيش مشكله، واخد بالك؟ بنقعد سنين سنين. انا يعني مش عارف لحد قريب حتى بتوع الاناتوم، دكاتره الاناتوم يقول لك ايه، احنا هندرس اللور لمب مثلا. هو بتوع الاناتوم يعني استاذ الاناتوم بينطقها خطا اصلا، هي البي سايلنت يا جماعه، البي سايلنت يعني ابر لمب لور لمب، مش حاجه اسمها لمب، بس احنا خلاص ما هنعمل ايه؟ للاسف هم كانوا بيقرونا خطا من الاول خطا. غير كده كمان مثلا في كلمه اللي هي ابزوربشن مثلا. ابزوربشن دي معناها انتصاب، حاول تخلي بالك من البي اللي هي باريس والبي اللي هي بنغازي. المهم فالاقي هنا برضه الطلبه لما كنا بنتحمل في الاورال يقول لي ابزوربيشن، يا عم ايش هن ايه بس وبتاع، ابزوربشن بلاش، مفيش حاجه اسمها ايه، في ايشن وكل حاجه، في فورميشن بس مش كل حاجه ايشن يعني. ودي برضه نفس الكلام، ميك تيوريشن وليس ميك تيوريشن او ميكوريشن. طيب المهم نرجع معايا، وبرضه زي ما انا علقت عليها قبل كده حكايه الجيم، ارجوكوا الشعب الجميل الليبي الطيب، انتوا بتطلعوا لغه عربيه حلوه احسن مننا مثلا، المصريين بينالوا اللغه العربيه اصلا اللهجه بتاعتهم اللي هي العاميه. انتوا بتنطقوا دايما الجيم بتعطشها لجيم، ماشي ده كويس ده في اللغه العربيه، لكن ما تعملهاش بقى في اللغه الانجليزيه. يعني مثلا اجي اقول لك ايه مستوى الجلوكوز في الدم، تقول لي الجلوكوز في الدم، يا عم جلوكوز مين؟ مفيش جلوكوز، مفيش حاجه اسمها جلوكوز، اسمه جلوكوز. واضح؟ فأرجوك ما تعطش الجيم في اللغة الإنجليزية، عطشها في اللغة اللي هي العربية. طيب نرجع لموضوعنا. كنت أنا دلوقتي هنعلق على الأوريجن بتاع الأوتونوميك نيرفس سيستم. احنا هنا عبارة عن سيمباثيتك ديفيجن وباراسيمباثيتك ديفيجن. طب هو أصلا لو أنتم فاكرين معايا وأنا كنت بعمل التقسيمة اللي هي بتاع سنسوري ديفيجن ومش عارف موتور ديفيجن، والموتور ديفيجن قسمناها لسوماتيك وقسمناها للاوتونومي، هو التقسيمات دي كانت بتاعت مين اصلا؟ كانت بتاعت البريفرال نيرفس سيستم. يعني طب والبريفرال نيرفس سيستم ده كان عباره عن ايه؟ عباره عن 12 عصب كرينيال، وقلنا كل عصب كرينيال له رقم وله اسم، وعندك 31 عصب سباينال. الاعصاب دي بقى بيتشكل منها مجموعه، منها تبقى هي بتشكل حاجه اسمها سمباثيتك نيرفس سيستم، ومجموعه ثانيه بتشكل مين؟ البارا سمباثيتك. بالراحه بالراحه خالص كده وبهدوء. اللي عندك ده مثلا ده البرين ستيم، فاكرينه ولا مش فاكرينه؟ برين ستيم ده اللي هو جزء المخ اللي كان عباره عن ثلاث حاجات، اللي هي
ميجرين بونز مظله بلونجات. وعندك بعد كده السباينال كورد. السباينال كورد احنا قسمناه الى 5 ريجونز، خمس مناطق: سيرفيكال، ثوراتيك، لامبر، سيكرال، كوكسيجين. وطبعا قسمنا كل ريجون لسيجمنت معين، دي 12 سيجمنت، دي 5 مش عارف 1 ودي مش عارف 8 وهكذا. بص معايا، الكرينيال نيورونز او كرينيال نيرفز بتطلع منين؟ كرينيال مخيه، يبقى اكيد بتطلع من البرين. بس منين من البرين؟ انا هنا انا ما البرين ده ثلاث حاجات يا جماعه، سريبرام سريبيلم كده، لا كل الاعصاب الكرينيال بتطلع من البرين ستيم. الحاجات دي كلها توجه ماده شيقه جدا جميله جدا عندنا في ثانيه اللي هي السي ان اس او في النيورو اناتومي بالنسبه للدكاتره بتوع الاناتومي. طيب وعندك هنا سباينال، سباينال هنا من كل سيجمنت كان بيطلع عصبين، واحد يسار واحد يمين، هنا 31 بيرز اللي هو 31 زوج. طيب مش كل مش 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 يعني مش كل الكرينيال تشتغل كاوتوماتيك ولا كل السباينال تشتغل كاوتوماتيك. ازاي؟ يعني الـ عندك اعصاب طالعه من اللي هي الثوراتيك ريجون، يعني انا هديها الدرس كده اللي هي ال 12 ثوراتيك والابر 2. خلي بالك بقى اللي هي باللون الاحمر ديت، الاعصاب دي، الاعصاب دي يا جماعه دي بتشكل السمباثيك نيرفس سيستم. يبقى لما اقول لك السمباثيك نيرفس سيستم ده الاوريجن بتاعه منين؟ المصدر بتاعه او الاوت فلو المخرج بتاعه منين؟ قال لك من السبانال كورد. طب منين من السبانال كورد؟ من كل ثراسيك سيجمنت 12 والاول اثنين في اللامبر او في الاعصاب اللي طالعه من المنطقه ديت، دي تبع دي بتشكل اللي هو السمباثيك نيرفس سيستم. السمباثيك نيرفس سيستم ولذلك يسمى، جيبها ساعات في المسكيو طبعا الاسئله اللي هي الهبله السهله، ولذلك يسمى السمباثيك نيرفس سيستم ثراكو لامبر اوت فلو. اوت فلو يعني منشا او مخرج. يبقى لما بقول لك السمباثيك نسميه اسم ثاني، نسميه اسم ثاني، نسميه ثراكو لامبر اوت فلو، ثراكو لامبر اوت فلو مخرج. عظيم. طيب دلوقتي شفت انا ايه الاعصاب اللي هي بتشكل السمباثيك، ايه الاعصاب بقى اللي بتشكل الباراسمباثيك؟ الباراسمباثيك قال لك والله انا عندي طبعا هنسيبها بلون تاني عشان تبقى العمليه. عندك السكرال ريجون بتاع السبان كورد قلنا 5 سيجم، خمس قطع. القطع اللي في النص سيبك من الاولانيه والتحتانيه، سيبك من واحد سيبك من خمسه، يبقى اللي هي سكرال اثنين وثلاثه واربعه سيجمنت. سكرال سكند ثيرد فورث سكرال سيجمنت، الثانيه والثالثه والرابعه سكرال سيجمنت. دي اللي بيطلع منها مين؟ بيطلع منها بارا مثلا، بارا اعصاب بتشكل مين؟ البارا سمباثيك نيرفس سيستم. تقول لي بس يعني هو ده ما فيش الا ثلاثه بس؟ لا طبعا، ده في اربع اعصاب من الكرينيال تشترك او تشتغل كباراسمباثيك. طب احنا قلنا الاعصاب الكرينيال كام؟ ال 12 يا دكتور. طيب كل عصب قلنا له رقم وله اسم. عصب رقم واحد مش عارف بيسميه اولفاكتوري، عصب رقم اثنين مش عارف اوبتيك، العصب مش عارف رقم سبعه فيشيال، رقم مش عارف 10 اللي هو حيران فيجاس، وهكذا. فانت عندك الاعصاب اللي هي الكرينيا اللي بتشترك في الباراسمبثيك سيستم اللي هم اربع اعصاب، اللي هو العصب ثالث والسابع والتاسع والعاشر. طبعا ان انا مش عايز اتعبك، وكل عصب له ايه؟ له اسم، بس يعني احنا هناخدها بعد كده، بس مش عايزك تحفظها دلوقتي، عايز بس قول لي بس ان العصب الثالث والسابع والتاسع. طبعا انا كاتبها بالارقام اللي هي العربيه، اللي هي دي بنسميها يا جماعه الارقام العربيه.
ولكن لا هي بتتطابق الارقام اللي هي الرومانيه. يعني ده اللي هو الثالث، ده السابع، ده التاسع، ده العاشر، ده العاشر. طيب يبقى ايه هي الاعصاب الكرينيال اللي هي بتشكل باراسيمباثيك؟ ثالث، سابع، تاسع، عاشر. دايما محفظه للطلبه بتاعتي دي. السنه الوحيده اللي انتصرنا فيها على اسرائيل اللي هي سنه 1973، مشهوره جدا. القرار اللي دمر ليبيا 1973، قرار الامم المتحده. الرقمين دول مشهورين جدا، قرار مدمر وقرار حرب فيها انتصرنا على اسرائيل. 1973 اهو، ثالث، سابع، تاسع، دبرها العاشر. واضحة؟ واضحة. طيب لما اجي اقول لك طب انت، يقول لي يا دكتور انت سميت السمباثيك فراكو لامبر اوت فلوم. طب الباراسمباثيك نسميه ايه؟ نسميه برضه حسب المنشا بتاعه، يعني هو طالع من الكرينيوم وطالع من السيكرال، نسميه بقى. لذلك يسمى الباراسمباثيك، يسمى كرينيو سيكرال اوت. يبقى الباراسمباثيك يسمى كرينيو سيكرال اوت فلو، بينما السمباثيك يسمى فراكو لامبر اوت فلو. كده واضحه خالص يا جماعه، سهله ما فيهاش حاجه. ساعات بنجي قلنا بالليل في الامتحان وقت. طب واحد بقى يسالني وانا شرحتها قبل كده، طب بيطلع منين من ال يعني اللي هو السمباثيك الاعصاب اللي هي الحمراء دي؟ بتطلع منين مثلا؟ بتطلع من الجري مطر على فكره، عشان انا سالتها لك. الجري مطر بتاع السبانل كورد كان فيه ثلاثه ريجونز، سيرو هورن، لاترال هورن، انتيرو هورن. يلا يا شطار، بيطلع منين؟ من اي هورن؟ من لاترال هورن. السمباثيك بيطلع منين؟ من لاترال هورن بتاع السبينال كورد. لاترال هورن. كان في مجموعه بقى من النيورونز كده اللي هو الاوريجن، طبعا العصب اللي طالع ده اللي هو البريجن يونيك اللي هو بعد كده هيدي قصه ينجر. المهم ف وعلى فكره مش شرط ان يطلع من كل سيجمنت عصب واحد زي ما انا رسم، يعني العصب او العصب ممكن يتفرع. المهم فمجموعه احنا اتفقنا بقى، يبقى اي عصب اللي هو بريجن يونيك تبع السمساتيك هو طالع منين؟ طالع من قصدي بدايته ايه؟ سيل بادي. سيل بادي الكوليكشن من السيل بادز دي، اللي جوه السباينال كورد جوه السي ان اس تسمى ايه؟ تسمى نيوكليوس. تسمى مين؟ نيوكليوس. تبدي اسميها ايه؟ اسميها سيمباثيك او اوتونوميك، ما هلا كعامه اوتونوميك موتور نيوكلياي. يبقى المجموعه دي يا جماعه، المجموعه دي اللي هي السيل بادز بتاعت بري جانجلونيك اسميها اوتونوميك موتور نوكليوريد. طيب خلي بالك هتقول بقى لما تيجي هتلاقي مذكوره كتير قوي اوتونوميك موتور نوكليوريد اوف جراي اوف لاترال هورن اوف جراي ماتر في سبانال كورد. طيب خلي بالك حتى في الاناتومي السبانال كورد اللي في السيرفيكال وفي السكرال ما فيهوش لاترال هورن. تقول لي طب ودي بقى، طب دي طالعه منين؟ ما هو احنا اتفقنا اللي بيطلع من انتيريور هورن دي ما مين؟ ده سوماتيك راح للسكيتال ماسك. هنا بقى لا، دي حاله شاذه بقى، هتلاقي السكرال دي طالعه برضه من انتيريور هورن لان مفيش لاترال هورن اصلا، بس برضه مجموعه النيوكلياي اللي موجوده في الانتيريور هورن بتاع السكرال اللي هي طالع منها الاعصاب ديت برضه هسميها اوتونوميك موتور نيوكلياي. ما علينا. طيب تعالى بقى لايه؟ خلاص انت دلوقتي عرفت ايه الاعصاب اللي بتشكل السمباثيك، تراكو لامبر، والتاني اسمها كرينيو سكر.
ارجع معايا بقى، ارجع معايا للصفحه اللي هي رقم 24 اللي هي الفانكشن. ليه ربنا عمل حاجه اسمها اوتونوم جانجليون؟ ليه ربنا عملها؟ ال ايه الفانكشنز اوف اوتونوميك جانجليا او جانجليون اي حاجه يعجبك. ايه الفانكشن اوتونوم جانجليون؟ كلمتين تحفظهم، ده اسم كلمتين، هما كلمتين: ديستريبيوشن سنتر، ديستريبيوشن ديستريبيوشن، حتى انا مش فاكر البي بي خفيف. انا بقول لكم اهو، لسه بقول لكم اهو الحاجات اللي ان في بعض السبيلنج بيضاع مني. يبقى ايه الفانكشن بتاعت الاوتونوم جانجليا؟ تشتغل ك واحد يقول طب ايه بالعربي يعني؟ مراكز توزيع، مراكز توزيع. افهم معايا بقى القصه، افهم معايا. لما اجي اقول لك والله المفروض مثلا السمبثاتيك دوت بالذات، يعني السمبثاتيك ده اللي عايز اعلق عليه شويه، هل هو خارج من كل السبينال كورد كل السجن؟ لا لك لا، ده هو يعني، او يعني بمعنى ثاني، هل هو طالع السمبثاتيك دوت السمبثاتيك الاورجن بتاعه هل من وايد اريا ولا ليميتد اريا؟ يعني من 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 منطقه كبيره قوي ولا منطقه محدوده؟ منطقه محدوده اللي هي تراكو لمبر، اللي هو من الزرار ده للزرار ده مثلا كده، تراكو لمبر اللي هو حتى مش كل النمبر ده الابر 2 نمبر. وساعات في بعد كنت تقول لك الابر 3 الابر 1، مش هنختلف بقى، مش هنختلف في شغل الانسر ده. فانت عندك، يبقى اذا اتفقنا اهو ان السمبثاتيك طالع من منطقه محدوده في السبان كورد، ولازم يغذي الجسم، لازم يعمل سبلاي للبادي كله، اللي هو اللي دايما المقوله الشهيره بتاعي تحتي: الاعضاء كثيره والاعصاب قليله. الاعضاء كثيره والاعصاب قليله، ماذا نحن فاعلون؟ يعني انت بنعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ الاعصاب قليله والاعضاء كثيره، يبقى لازم نعمل ديستريبيوشن يا جماعه، او لازم نعمل ربنا يخلقنا مين؟ جانجل. ده اوتونوم الجانجلو هات، ده اوتونوم الجانجلو بيجي يدخل فيها عصب واحد مثلا، ده اللي هو البري جانجلونيك. البري جانجلونيك والبري جانجلونيك دوت نار. انا عايز الالكتريك امبلس بتاعته، او عايزه يعمل يعني يعمل سيميليشن لاورجانز كثيره في ان واحد، في ان واحد. طيب الاورجانز كثيره جدا في الجسم كله، يبقى لازم يحصل هنا حاجه اسمها دايفيرجنس. دايفيرجنس كل الكلام ده بجيبه في الام سي كيو على فكره. دايفيرجنس، دايفيرجنس معناها اللي هو تشتت يعني، او بعض بالمصر كده بعطر يعني. المهم دايفيرجنس يعني ازاي؟ الرسم الموجود عندك حاجه، يبقى اذا يا جماعه الامبلس الواحده، او بمعنى ثاني ان البري جانجليونك لما يدخل في النيورو في الجانجلي اسف الجانجليون ما بيطلعش وان بوست زي ما كنت برسمها قبل كده. ده البري جانجليونك يدخل يطلع مثلا بالنسبه للسمباثاتيك، بالنسبه مثلا لو انا بتكلم على دي ان دي سمباثاتيك، سمباثاتيك جانجليون، هتلاقي النسبه اللي هي ده طبعا الاعصاب دي اللي هي مين؟ بوست جانجليونيك. كل دي بوست جانجليونيك، اللي هي دي ودي ودي وهكذا. العلماء لقوا ايه؟ لقوا ان الريشيو اللي هو النسبه بتاع البري البوست واحد، انا كاتب 20 عندك اور مور، واحد ل 30 واحد ل 50. يعني ازاي؟ يعني العصب اللي هو البري جانجليونيك يدخل في الجانجليا يطلع 50 عصب تاني بوست جانجليون، تروح لاعضاء مين؟ كثيره. ده في مين؟ ده في السمباثاتيك. اذا الاشاره الواحده اتوزعت، عشان كده سميت الاوتونوم جانجليون ايه؟
ديستريبيوشن سنتر. واحد يقول لي طب اشمعنى يعني، ما هو كل حاجه برضو انت هتقعد توجع دماغي وتقول لي اشمعنى؟ عادي احلها لك يعني، اقول لي يعني ليه بيحصل اللي هو الدايفرجنس دوت. انت عندك مثلا إن زي ما هناخد كمان شويه ان شاء الله ان السمباثيك بيشتغل، السمباثيك بيسيطر على جسمك يعني ديورنج الستريس. ستريس دي معناها او الاكتيفيتي يعني نشاط يعني، خلاص. بينما وانت نايم مثلا ومريح بالليل وبتاكل وبتاع بيبقى اللي مسيطر على الجسم باراسمبثاتيك. طيب تعالى بقى على مين؟ على السمباثيك. قلت لك ده بيبقى مسيطر على الجسم كله وقت الاكتيفيتي. انا هدي مثال شهير بتاعي ماسل اكسرسايز. ماسل اكسرسايز واحد بيعمل اكسرسايز بيجري. هو انت سيادتك لما تجري هل التشينجز بقى اللي بتحصل في جسمك هي وان تشينج ولا مالتيبل؟ مالتيبل طبعا. يعني تقوم تقول لي مش فاهم يا دكتور، يعني قصدي وانت بتجري هتلاقي اول حاجه مثلا هتلاقي ضربات قلبك سريعه، وتلاقي التنفس الريت بتاع الريسبريشن او الريسبريشن عالي، بتدهش يعني او بتنهج بالمصر. المهم هتلاقي درجه الحراره بتاعتك زادت بتسخن، هتلاقي على طول في سويتنج اللي هو العرق. الاكتيفيتي بتاع السكيتال المصري بتاعتك بتزيد ولا بتقل؟ اكيد بتزيد. طيب انت وانت في عركه مثلا بتتخانق ولا بتاع، هو الخناقه دي اللي هو الفايت دي عامله زي الاكسرسايز، ما هي تعتبر اكسرسايز. زي مثلا الراجل الشهير الله يرحمه اللي هو الراجل العظيم الملاكم العالمي محمد علي كلاي. محمد علي كلاي دوت تخيل بقى هو في الحلبه كده هو عمال شغال كده، بتلاقي الحدقه بتاعته بتوسع. ليه الحدقه؟ عشان ينشن على يدي البوكس بتاعه ده في منطقه حلوه، او يتفادى الايه؟ يتفادى الخصم. هتلاقي بيعمل اكسرسايز، يقول لك دايما عامل زي كالنحله كده، يعني بيرقص النحله وبعدين ايه مش عارف ويلدك مش عارف كده. المهم وهو في اثناء الحلبه دي كلها حاجه واحده بتحصل؟ لا طبعا، قلت لك بيحصل فيه سويتنج، الهارت ريت بيزيد، الريسبيريشن بيزيد، الماسل اكتيفيتي، المينتال اكتيفيتي، النشاط الذهني. يعني هو بيلعب ملاكمه كده بيبقى نايم ومدروخ ولا بيبقى مصحصح؟ مصحصح، دي بنسميها المينتال اكتيفيتي، الاراوزل اللي هو اليقظه. تحس اني بقى سمبس، مين بقى مسيطر على جسمك؟ سمبثاتيك. طب السمبثاتيك دلوقتي عمل كام حاجه؟ عمل حاجات كتير وفي ان واحد. يبقى لازم يا جماعه انا عايز الاكشن بتاع السمبثاتيك يكون جنرالايزد. خلي بالك من الكلمه دي جنرالايزد اكشن يعني، او جنرالايزد افكت. دي سؤال بيجي في الامتحانات. يبقى دي ما السمبثاتيك الاكشن بتاعه مين؟ جنرالايزد. طب تعالى بقى على الباراسمبثاتيك. الباراسمبثاتيك لو حصل لا لو حصل ان هو بقى جنرالايزد لعنه بتموت، هنحكي لك قصص بعد كده. فالباراسمبثاتيك يا جماعه انا عايز الاكشن بتاعه لوكالايزد، يعني الباراسمبثاتيك مثلا يروح للبلادر، فرغ البلادر. انت لما مزنوق ورحت الحمام عايز تعمل ميكتيريشن اللي هو اللون التباون، خلاص مالها ومال بقى حاجات تانية؟ هي حاجه واحده اللي بتتم مثلا. انا اقدر لك ان الباراسمبثاتيك انا عايز الاكشن بتاعه يكون لوكالايزد، يعني يكون في منطقه واحده بس، ما يكونش جنرالايزد، يعني ما يعملش اكشنات كتيره في وقت ان مين واحد. وعشان كده انا بقى مش عايز الدايفرجنس ده، مش عايز التشتت دوت. ليه؟ ده انا بتكلم على الباراسمبثاتيك، لان الاكشن بتاعه لوكالايزد. ففي الباراسمبثاتيك يا جماعه الباراسمبثاتيك ادا جانجل هاد مثلا، خلاص. ودوت مثلا هنعمل لون تاني عشان ما تتوهش مني، ده البري جانجليونيك باراسمبثاتيك. ده كان مين؟ كان سمبثاتيك. هتلاقي يا جماعه البوست اتنين بس، يعني الريشو النسبه ما بين البري للبوست بيبقى واحد لاتنين او واحد لواحد. ده في مين؟ ده في حاله مين؟ في حاله البارا. وعشان كده لما اجي اقول لك الاكشن بتاع الباراسمبثاتيك هل هو جنرالايز؟ هل هو يعني بيشتغل؟ لا، لوكالايز اكشن.
لو واحد تاني ذكي على فكره في طلبه اذكياء تفهم مني على طول. تقوم تقول لي يا دكتور ما انا ما هو لازم يكون الباراسمبثاتيك لوكالايز ده بالعقل. بالعقل ليه؟ انا قلت لك معظم الجانجليا بتاعت الباراسمبثاتيك كانت فين؟ كانت تيرمينال يعني جوه الاورجن. يعني العصب اللي هو البيجن راح الاورجن هيتفرع ليه؟ هيتفرع ما هو اذا كان هو راح لمين؟ الاورجن هيتفرع ليه؟ هيعمل دايفرجنس ليه؟ اذا كان هو وصل لمين؟ الاورجن. ما علينا بقى خلاص. المهم تعرف ان الاكشن بتاع السمستات بيبقى جنرايز، الاكشن بتاع الباراسمبثاتيك لوكالايز ده مطلوب وده مطلوب، ونسبه البري جانجليون في البوست جانجليون في السمستاتيك جانجليون بيبقى 1:20 1:30 1:50 كتير قوي، بينما في الباراسمبثاتيك بيبقى النسبه 1:2 او 1:1. وقلنا الاوتونوم جانجليا بالذات اللي هي بتاع السمستاتيك دي بتعمل من خلال الدايفرج دوت بتعمل التوزيع للامبلس لاعضاء كثيره جدا. مثال شهير مثلا عندنا في مصر، مثلا لما اجي اقول لك ان في عندك مؤسسه اسمها مؤسسه الاهرام، مؤسسه الاهرام دي موجوده في شبرا في القاهره يعني، بتطلع جريده مشهوره جدا جريده الاهرام. جريده الاهرام دي فيها خبر مهم جدا، وعايز الخبر ده ينتشر في مصر كلها. هتعمله ازاي؟ سيبك بقى من كده الاذاعه والتلفزيون وبتاع، انا بتكلم على الجريده. فاللي بيحصل ان المؤسسه دي اللي هي موجوده في شبرا تبعت سيارات تروح لمين؟ حاجه اسمها محطه مصر، اكيد دي مشهوره في الافلام. محطه مصر، محطه مصر دي اللي فيها بقى قطار رايح للصعيد، قطار رايح لاسكندريه، قطار رايح مش عارف لبورسعيد، قطار رايح مش عارف لطنطا. كل قطار هياخد مين؟ مجموعه من الايه؟ من الجرايد او خلاص. يبقى كده الايه؟ يبقى كده الخبر مين؟ انتشر. لما اجي اسالك بقى في الشهوة في الاورال مثلا، اقول لك مين بقى اللي بيمثل اوتونومي جانجليون؟ في المثال اللي انا شرحته لك تقول لي محطه مصر، تقول لي محطه مصر هي اللي بتشكل اوتونومي جانجليون، ودي اللي عندها حصل ديستريبيوشن. النقطه الاخيره بس، ودي انا طبعا هنشرحها بعدين. احنا اتفقنا يا شباب ان البري والبوست مش لازقين في بعض، مش دايركت كونتاكت، ده في سبيس. احنا قلنا السبيس ده بنسميه سينابس او سينابس، ماشي؟ فعلشان الاشاره الامبلس تنتقل من البري تروح للبوست لازم يطلع حاجه اسمها ناقل مين؟ ناقل كيميائي، اللي هو اسمه ايه بقى؟ تتذكره؟ ودي شرحتها قبل كده كتير، اسيتيلكولين. لما اجي اسالك دلوقتي ايه هو الكيميكال ترانسميتر انسايد اوتونوميك جانجليا؟ اسيتيلكولين. سواء كان هي سمباثيك جانجليون، سواء هو باراسمباثيك، هو ناقل واحد هو اسيتيل. شوية كده رست، ماشي رست ونكمل ان شاء الله.